اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب القريب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المبين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك نصرا عزيزا. اللهم مكنهم من رقاب اليهود قتلا وأسرى وحرر بهم الأسرى والمسرى. اللهم أنزل لهم من بركات السماء وأخرج لهم من بركات الأرض. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم. اللهم إنا نسألك أن تسدد رأيهم وأن تسدد رميهم وأن ترمي عنهم. اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم إنا نسألك أن تعلمهم صنعة البأس كما علمت داود وأن تحفظهم أجمعين وتحقن دماءهم. اللهم احقن دماء أهلنا في فلسطين. اللهم احقن دماءهم. اللهم أطفئ نار الحرب التي أوقدها اليهود فإنك قلت وقولك الحق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اللهم عليك باليهود المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم وبمن وراءهم وبمن أعانهم وبمن وقف معهم. اللهم شتت شملهم وفجر رأيهم وخيب أملهم ومزقهم كل ممزق واقتل كبارهم وقادتهم وسادتهم أجمعين. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم خالف كلمتهم. اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا واقذف الرعب في قلوبهم وخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا قوي يا متين. اللهم عجل فرج المسلمين بإزالة دولة الصهاينة. اللهم عجل فرج المسلمين بإزالة دولة الصهاينة وإزالة حكم الطغاة والمفسدين في بلاد المسلمين. اللهم عجل فرج لعبادك المستضعفين. اللهم فك أسر المأسورين المظلومين من المسلمين وعجل فرجهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم انتصر لهم يا قوي يا متين. اللهم انتصر لهم يا قوي يا متين. اللهم إنهم يقولون إني مغلوب فانتصر. اللهم فانتصر لهم يا قوي يا متين. اللهم اجعل سجانيهم مكانهم في السجون يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن عبادك المضطهدين المشردين
وأن تردهم إلى ديارهم سالمين غانمين منصورين موفورين. اللهم عجل فرجهم واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تحل علينا في قاعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن تجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن تكتب الإيمان في قلوبنا أجمعين. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا وثبتنا عليه حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم وفقنا أجمعين لنصرة هذا الدين ونصرة من نصر المسلمين. اللهم وفقنا أجمعين لنصرة أهلنا في فلسطين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين، وخذ بنواصينا إلى الخير، وألهمنا الرشاد والسداد. اللهم وفقنا لخدمة هذا الدين العظيم ولنصرة عبادك المجاهدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن سعى لتحرير المسجد الأقصى فنجح في ذلك. اللهم حرر المسجد الأقصى بنا وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحول أحوال هذه الأمة إلى أحسن الأحوال، وأن تقر عين نبيك صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، وأن تخلفه في أمته بخير. اللهم أصلح أحوال المسلمين وفرج همومهم ونفس كروبهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم يا أرحم الراحمين. اللهم نجح طلابنا وأصلح أحوالهم. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم بارك على أهل هذا البلد وولي أموره وخيار أهله يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم أجمعين بما تحفظ به عبادك الصالحين، واكفهم شرور أعدائهم أجمعين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا قوي يا متين، وانصر بهم أولياءك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملهم أجمعين في نصرة هذا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على القائمين على الهيئة العالمية لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم، ويسر لهم كل عسير، وبلغهم مناهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذه القاعة في هذا اليوم إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم من كان في هذه القاعة بينك وبينه حاجة لا يعلمها إلا أنت فاقضها يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجهم أجمعين، وأطل أعمارهم، وكثر أموالهم وأولادهم، واشف مرضاهم، وعلم جهالهم، وأغن فقراءهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم. اللهم احفظهم أجمعين من كل رزية ومن كل بلية ومن كل ذنب ومن كل معصية ومن كل فتنة ومن كل حادث ومن كل مرض. اللهم يسرهم لليسرى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وألهمهم السداد والرشاد يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم فرح قلوبنا بنصرة المجاهدين في سبيلك عاجلا غير آجل يا قوي يا متين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وأمته يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الأطهار يا أرحم الراحمين، وعن ورثته في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين، وعنا معهم بفضلك وجودك وسخائك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.